عادي عادي جاستك تقبل ها جاستك جاستك هذا مو جو مو لحظه تعال لحظه انطر دور اسئلتك دورهم عندك صح اخي مش من فن الابتكار كوبون صح رجالي من سبايكي تام تايم فنان ابراهيم دشتي وبنت بول ثلاث اشهر ثلاث كوبونات خصم بنت بول مبروك هيا هيا لا هام شنو احمد شغله شلونك يا احمد الله يخليك بخير ان شاء الله مستانس معانا اكيد استانس بس ليش بدور زعلان ايش يجي علينا بدور يدلع لا كله ولا زعل عطى ما رضى عليه يدلع بس شوف انت الحين قد زعلان راح يزعل يدلع انا اعرف احمد هلا زين حمود نبي كاس حمود حبيبي بقول لك شيء زين بقول لك كلمة أبيك تقول لي معناها ماشي ماذا يطلق على قطيع الأحصنة ماستنج ها قطيع الأحصنة هي هو موتر الشباب وايد جسمه عليه هم اللوجو مال حصان جاكور ها جاكور لا جاكور فهد كنا من نمر الحصان فورد موستنج فورد شنو؟ فورد موستنج قول موستنج بروحه موستنج ولا هبه ايوه بس معانا بنت بول ثلاث اشهر بقيمه 80 دينار زائد ثلاث كوبونات خصم من العاب بنت بول زائد 50 دينار كاش والله فاصل قول فاصل ونرجع واير تكفون فاصل ونرجع واير ها واير نرجع واير اي فاصل ونرجع واير وهلا ابو اليوم وايد دخان وايد دخان يقول اليوم وايد دخان اصبحهم علي مهني بعدين من معاي بن من وين بنا من قطر اتصال من قطر الو قوه السلام عليكم عليكم السلام بنا النعيمي والنم نعم بحالك شلونكم مستانسين قطر اي مستانسين طالعون دبل ليش تاكل اكلي يا ياكل اكلي انا مو ماكل متفطر قاعد اكل بطاط اكلي انا مو ماكل شوف كلها اطلع الو لازم تزعلني صح لما بنا ولا شو اسمك انت بنا اسم غريب بعدين راح اسال السؤال عنه عشان اعطي جائزه له زين من غنى اغنيه قلبي معك يا لا 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 تا لا 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 يا مشغل بالي مرتاح سمعتها بس ما سفير الأغنية العربية الخليجية ريفيرس بالعافية معروف يغني أنا مو والهان أنا عبد الله يوشد وأنا هبا فزتي معانا يا بنا بكوبون بنت بول ثلاث اشهر بقيمه 50 دينار اذا زرتونا الكويت ان شاء الله زائد ثلاث كوبونات خصم من العاب بنت بول زائد 50 دينار كاش ومبروك عاشوا اليوم اتصالي بعده عرس قاعدين بعرس اتصالي بعده you
عبد الله ينزل احنا في مين؟ الو عبد الله خجول عبد الله اليمنى خجول عبد الله اسمي رجاء رجاء اطلع من غنى رجاء اطلع من غنى اسمي رجاء رجاء بتطقك هذه ها شلونك؟ شلونك؟ انت شلونك؟ زينه حلو تحبين البرنامج؟ ايه في يمك احد كبير؟ ابي ايباد انا بعطيك ما تبين تذاكر إيه؟ مسرحيه مدينه البطاريق؟ اي عطها ابي ايباد انا ما تبين مسرحيه مدينه البطاريق؟ ما تبين تجي مسرحيه مدينه البطاريق؟ ها؟ ابي ايباد ومسرحيه انت طماعه اعطيك مسرحيه بعدين تجي مره ثانيه اعطيك ايباد زين؟ اوكي يلا زين بدور السؤال هذا في احد يمك كبير؟ ها؟ في احد كبير يمك؟ ايش رايك خلقك؟ طيب طالع الاستديو رجاء علي خليني اغنية اوهو شنو؟ اوهو علي خليني اغنية اوهو 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 يلا من بالي ما اشيلك قل لي ايش اسوي لك من كثر حبي لك يا عدا اغني لك صدقني ما عندي شيء حاضر واقول لك ما يصير تراك تعال وشاي اوهو هاتي اوكي؟ مشكور يلا 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 بأي مسلسل تطلع شخصيتك حطها الفنان الراحل علي المفيدي قولي درب الزلق قولي درب الزلق شوف شوف نفسك درب الزلق درب الزلق مبروك جائزتك فزتي معانا بتذكرتين من مسرحية مدينة البطاريق مسرحيتي ويانا مرام وهند البلوشي وابراهيم دشتي عبد المحسن العمر عبد الله عباس وناصر عباس و اشباحهم علي احلى اشباحهم علي احلى وفي ناس وايد تعالوا مسرحية تذكرتين مجانا وانتي تختارين مكانك مبروك هلا هوبا منو معنا؟ هذه جائزة متحركة حسن اه بشب بن السلام عليكم اه بشب حسن شلونك؟ عيال عيال قاعد يتكلم شلونك حسن؟ الحمد لله والله خير ترى مستانس اكيد مستانس نايم شنك؟ لا لا قاعد قاعد ها؟ ايه انزين من مؤلف سلسلة شارلوك هولمز؟ بدر شايبي بدر شايبي هيا مبروك لا 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 مينون وانت على طول صدقته يعني من مؤلف سلسلة شارلوك هولمز بدور قول آرثر كونان ها قول محقق كونان آرثر كونان محقق كونان لا لا قول آرثر لا تسمعه راح يخسرك صدقني انت على طول صدق قول آرثر كونان ما اسمع لا تحرجني آرثر ما اقدر اقول لا تحرجني يا ولد قول كرة قدم بس قول آرثر كونان لا آرثر كونان آرثر كونان ايوه هلا هوبا معانا بكوبون صحي رجالي من سبايكي تايم وبنت بول 3 اشهر بقيمة 50 دينار زائد خصم بنت بول 5 خصومات زين وعباءة حريمي من محلات جايتي مبروك هيا يا جماعة ترى العباية مو رخيصة مبلغ وغدرة ها
عبايه عبايه يعني يعني تبلش من فوق 80 دينار عبايه عاد عبايه عبايه طبعا مو غتره بدور صار اللي بعده شنو فيك النوم نوره تدري شو سويت شلونك تمام شو اخبارك نوره زينه كم مره داقه ثاني مرة خلي بالك فديت اللي قاعد يتكلم ينصح بشار فديته ايه الو انت ليش تروح شو يقول؟ نورة يلا بلعبك شخصيات بلا شنو ليش تضحكين ليش تضحكين؟ ايش دراك؟ يلا بلعبك شخصيات ثاني من المطرب الكويتي الذي غنى اغنية بتروح لك مشوار الفنان وديع الصافي؟ شادي الخليج غريد الشاطئ عبد المحسن المهنا عبد الله الراشد ثاني واحد ثاني واحد منو ثاني واحد؟ ما سمعت واحد شادي الخليج غريد الشاطئ عبد المحسن المهنا عبد الله الراشد ثاني وليد الشاطي مو وليد الشاطي غلطانة هذا مطرب للحين ما حد اكتشف هذاك وليد الشامي هذا مو وليد الشاطي غريد الشاطئ لا غيري غريد الشاطئ ايه هذا ها؟ ايه هذا ايش اسمه؟ لا عاد قاعد انا يلا نزل ايش اسمه؟ شلون؟ غريد ايش اسمه؟ ما ادري صعب وليد شنو؟ لا هي سمعيني غريد الشاطئ لا سمع مو وليد الشاطئ لا ها غريد غريد الشاطئ قولي قولي يلا غريب الشاطئ صوتك صوتك شنو؟ شنو صوتك؟ جاهزتك يلا كوبون هدايا من مستشفى السيف وعطور وهدايا من فل ابتكار وكوبون صحي رجالي من سبايكي تاون الفنان ابراهيم دشتي وبنت بول ثلاث اشهر بقيمه 50 دينار وثلاث كوبونات خصم العاب بنت بول مبروك صدتك يا كاميرا حسين حسين الو هلا منو شو اسمه حسين حسين حسن حسين حسن حسين شلونك الحمد لله بخير الله يسلمك ان شاء الله مستانس معنا اكيد مستانس السؤال يقول لك ها السؤال يقول لك يعني السؤال مو هو يقول لك يعني السؤال ما اسم النبي الذي كانت معجزته الناقه ها ما اسم النبي الذي كانت معجزته الناقه صالح صالح عليه السلام ومبروك ايوه عاشو فزت معانا بعطورات زائد بنت بول 3 اشهر بقيمة 50 دينار زائد 3 كوبونات خصم من العاب بنت بول زائد تليفون سامسونج عاد شوف انت شنو هو احنا ما شفناه يمكن هذا يمكن هذا في ال جي في جالكسي ال جي يمكن يمكن جالكسي عادي فانت شوف انت وحظك جالكسي فستق على قاعد عبد السلام طبعا طبعا ايش في ناس فاصل ونرجع واير مسجات واير قاعد افكر انا قاعد افكر يلا الحمد لله كلينا اللهم لك الحمد كليت انت بروحك ما انا كليت انا مو متسحر توني الحين كليت يعني انا متسحر شلون كذي؟ اخذ